بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن second order differential equations reducible to first order differential equations. معادلات من الرتبة الثانية هقدر اعمل لها reduction للفيرست اوردر. يبقى عندي معادلة من السكند اوردر هقدر اختزلها الى معادلة من الفيرست اوردر، واقدر احلها بقى بالطرق اللي احنا شفناها، احلها بالسيبريشن، احلها بالهوموجينيس، احلها برنولي. تمام، يبقى انا هعمل لها ريدكشن من السكند اوردر الى الفيرست اوردر. يعني ايه معادله من السكند اوردر؟ معادله من السكند اوردر يعني اعلى ديريفاتيف عندي هو الديريفاتيف الثاني. الجنرال فورم للسكند اوردر ديفرنشال ايكويشنز هي فانكشن في الاكس والواي والواي داش والواي دبل داش، يعني اعلى ديريفاتيف عندي هو الديريفاتيف الثاني. علشان اعمل اختزال للمعادله دي للسكند اوردر عندي حالتين. تمام، تعال نشوف الحالتين. الحاله الاولى اذا كانت الواي ابسنت، يعني اذا كانت المعادله اللي عندي لا تحتوي على واي. يعني في الحالة المعادلة اللي عندي فانكشن في الواي والواي داش والواي دبل داش، علشان اعمل لها ريدكشن واحولها للفيرست اوردر هشيل الواي داش واعوض مكانها بفي، واشيل الواي دبل داش واعوض مكانها بفي في دي في باي دي واي. جت منين؟ استخدمت التشين رول. الواي دبل داش عباره عن دي واي داش باي دي اكس، والواي داش عندي اللي انا فرضها بفي، يبقى الكلام ده هيساوي دي واي داش باي دي واي في دي واي باي دي اكس، ودي واي باي دي اكس اللي هو الواي داش اللي هو في. يبقى هشيل الواي دبل داش واعوض مكانها بفي دي في باي دي واي. يبقى اذا كانت الاكس ابسنت
اشيل الواي داش واعوض مكانها بفي، والواي دبل داش بفي في دي في باي دي في. بالتعويض ده هتتحول المعادله الى الفيرست اوردر. يبقى انا عندي حالتين، اذا كانت الواي ابسنت واذا كانت الاكس اي ابسنت. يبقى لو الواي ابسنت هشيل الواي داش واعوض مكانها بفي، والواي دبل داش دي في باي دي اكس. لو الاكس ابسنت هشيل الواي داش واعوض مكانها بفي، والواي دبل داش بفي في دي في باي دي واي. بالتعويض ده هتتحول المعادله الى الفيرست اي اوردر. تمام يا شباب؟ ناس معايا؟ معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. حضرتك يا دكتور. تمام. تعال نشوف مثال. في بعض المسائل بيبقى فيها الاكس ابسنت والواي ابسنت. في الحاله دي هعمل ايه؟ اشتغل على اللي يعجبك بقى. عايز تشتغل على واي، على حاله الواي ابسنت اشتغل، عايز تشتغل على حاله الاكس ابسنت ايه اشتغل. يبقى في بعض المعادلات بتبقى الواي ابسنت فقط. في بعض المعادلات الاكس ابسنت فقط. في بعض المعادلات الاثنين مش موجودين، لا الاكس ولا الواي. في الحاله دي اشتغل على اي حاله ايه؟ اي حاله من الاثنين. تعال نشوف مثال على هذا الكلام. بيقول لي سولف ذا ديفرنشال ايكويشن، واي دبل داش بتساوي اكس في واي داش سكويرد، ومديني انيشال كونديشنز في المساله. بيقول لي الواي اوف زيرو بيساوي واحد، والواي داش اوف زيرو بيساوي نيجاتيف اثنين. دي معادله من السكند اوردر زي ما انت شايفه. لو انا بصيت للمعادله، المعادله بتحتوي على الاكس والواي داش والواي دبل داش. مين اللي ابسنت؟ قال لك الواي ابسنت. اذا كانت الواي ابسنت هعمل ايه؟ هشيل الواي داش واعوض مكانها بفي، والواي دبل داش هشيلها واعوض مكانها دي في باي دي اكس. يلا عوض. يبقى هرجع للمساله، اشيل الواي دبل داش اعوض مكانها دي في باي دي اكس، اشيل الواي داش واعوض مكانها بفي. اتحولت المعادله زي ما انت شايف الى معادله من الفيرست اوردر. احلها بقى بالفيرست اوردر. ابص للمعادله احلها ازاي؟ تمام. لو انا بصيت للطرف اليمين ده الاقي داله في اكس مضروبه في داله في، يبقى اقدر احلها ايه؟ سيبرابل. تمام. يلا حلها سيبرابل. افصل المتغيرات، اخلي الفيهات في طرف والاكسات في طرف. يبقى دي في على في سكويرد بتساوي اكس في دي اكس. يلا اعمل انتجريشن. يبقى انتجريشن واحد على في سكويرد دي في بيساوي انتجريشن الاكس دي اكس. انتجريشن واحد على في سكويرد اللي هي نيجاتيف واحد على في، اطلع الفي فوق، يبقى في نيجاتيف باور نيجاتيف 2، ازود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد اللي هي نيجاتيف واحد على في. الطرف الثاني هيبقى اكس سكويرد على الاثنين زائد سي، هسميه سي واحد. ما هي الفي؟ الفي اللي هي الواي داش. انا فرض في البدايه ان الواي داش بفي، يبقى هشيل الفي واعوض مكانها بواي داش، واحاول اوجد الثابت سي من الانيشال كونديشن اللي عندي. هو مديني شرط بيقول لي الواي داش اوف زيرو بيساوي نيجاتيف 2. ما معنى هذا الشرط؟ ان لما الاكس بتساوي الزيرو الواي داش بتساوي نيجاتيف 2. يبقى هعوض، اشيل كل اكس واعوض بزيرو، اشيل الواي داش واعوض بنيجاتيف 2. يلا عوض، هيطلع لي السي واحد بهاف. يبقى اذا هرجع اشيل السي واحد واعوض بقيمتها، يبقى نيجاتيف واحد على واي داش بتساوي اكس سكويرد على الاثنين زائد هاف، يعني اكس سكويرد زائد واحد على الاثنين. تمام. اقلب المعادله علشان اخلي الواي داش فوق، يبقى الواي داش هتساوي نيجاتيف 2 على اكس سكويرد زائد الواحد. بالتعويض ده حولت المعادله من السكند اوردر للفيرست اوردر. تمام. يلا طلعت لي معادله ثانيه، واي داش بتساوي نيجاتيف 2 على اكس سكويرد زائد واحد. الهدف الحصول على الواي. لو انا بصيت المعادله دي سيبرا، اشيل الواي داش واعوض مكانها دي واي باي دي اكس. يلا افصل المتغيرات، يبقى دي واي بتساوي نيجاتيف 2 على اكس سكويرد زائد 1 دي اكس. اعمل انتجريشن للطرفين، انتجريشن الدي واي بواي، طلع النيجاتيف 2 بره،
يبقى انتجريشن واحد على اكس سكويرد زائد واحد، دي صورة معروفة، صورة التان ماينس وان زائد ثابت الانتجريشن هسميه سي اتنين. مهمتنا عايزين نوجد الثابت سي اتنين. ارجع للانيشال كونديشن اللي عندي، بيقول لي ان الواي اوف زيرو بتساوي واحد. ما معنى الكلام ده؟ ان لما الاكس بتساوي الزيرو الواي بتساوي واحد، يبقى هشيل الاكس وعوض بزيرو واشيل الواي وعوض ايه بواحد، يبقى زيرو بتساوي او اشيل الواي وعوض بواحد بتساوي نيجاتيف اتنين تان ماينس وان زيرو زائد سي اتنين. تان ماينس وان زيرو بزيرو اللي هي شيفت تان زيرو يعني بزيرو. اذا السي اتنين بتساوي واحد. ارجع للمعادله اشيل السي اتنين وعوض بقيمتها، يبقى اذا الحل واي بيساوي نيجاتيف اتنين تان ماينس وان اكس زائد واحد. تمام يا شباب؟ في اي مشاكل في هذا الكلام؟ الناس معايا؟ دكتور لو سمحت. اتفضل. هو لو ما كانش اداني ال initial condition بتاعت ال y 0 equal 1 اسيب المعادلة بدلالة السي، كان هيبقى بدلالة الثابت هسمي سي 1 وسي 2. لا هو لو كان اداني سي يعني انا قصدي ال y داش هو كده كده مديهولي، لو ما كانش اداني ال y بس اسيب الثابت الثاني خلاص. يبقى كده ما يديش الاثنين، يعني ممكن ما يديش الثابتين. في الحالة دي أطلع المعادلة بدلالة الثوابت ولا أي حاجة. تمام. لو اداني الواي داش بس يبقى هجيب ثابت واحد بس والثابت التاني هسيبه. تمام؟ تمام شكرا يا دكتور. تعال نشوف مسألة تانية. بيقول لي solve the differential equation y double dash بتساوي e power 2y والy of 0 بتساوي 0. والواي داش اوف زيرو بتساوي الزيرو. لو انا بصيت للمعادله، المعادله فانكشن في الواي والواي دبل داش، يا ترى مين اللي ابسنت؟ قال لك الاكس هي اللي ابسنت. اذا كانت الاكس ابسنت بحل المعادله ازاي؟ اشيل الواي داش واعوض مكانها بفي، والواي دبل داش واعوض مكانها بفي في دي في باي دي واي. يلا عوض في رقم واحد، يبقى في في دي في باي دي واي بتساوي اي باور 2 واي. لو انا بصيت المعادله دي سيبرابل، تمام، داله في مضروبه في داله في واي. يلا افصل المتغيرات، يبقى في دي في بتساوي اي باور 2 واي دي واي. يلا اعمل انتجريشن، انتجريشن الفي دي في في سكويرد على الاثنين، انتجريشن الاكسبوننشال هي نفسها على الاثنين زائد ثابت هسميه سي واحد. الفي اتنين اللي هي واي داش هشيلها وعوض مكانها بواي داش، يبقى واي داش سكويرد على الاثنين بتساوي اي باور 2 واي على الاثنين زائد سي واحد. ارجع للشروط اللي عندي، بيقول لي الواي اوف زيرو بتساوي زيرو والواي داش اوف زيرو بتساوي الزيرو. ما معنى هذا الكلام؟ ان لما الاكس بتساوي الزيرو الواي بتساوي زيرو والواي داش بتساوي الزيرو. يلا عوض، اشيل الاكس الواي وعوض بزيرو واشيل الواي داش واعوض مكانها ايضا بزيرو. اي باور زيرو بواحد، يبقى السي واحد بتساوي نيجاتيف هاف. يبقى ارجع للمعادله، شيل السي واحد وعوض بقيمتها، يبقى واي داش سكويرد على الاثنين بتساوي اي باور 2 واي على الاثنين نيجاتيف هاف. تمام؟ الاثنين هتروح مع الاثنين، هتروح مع الاثنين، يبقى واي داش سكويرد بتساوي اي باور 2 واي ماينس 1، يعني الواي داش بتساوي روت اي باور 2 واي ماينس 1. تمام يا شباب؟ المعادله زي ما انت شايف ارضا دي معادله من الفيرست ديجري وسيبرابل، عايز احلها اشيل الواي داش واعوض مكانها دي واي باي دي اكس. اعمل سيباريشن اوف فاريبل، يبقى دي واي على روت اي باور 2 واي ماينس 1 بتساوي دي اكس. يبقى الكلام ده هيساوي، اعمل انتجريشن للطرفين، يبقى انتجريشن واحد على روت اي باور 2 واي ماينس 1 بتساوي انتجريشن الدي اكس. الطرف اليمين نعرف نعمل له انتجريشن، طب الطرف الشمال؟
استخدم السبستيتيوشن، هشيل اي باور واي واعوض مكانها بيو. يلا فاضل علشان اوجد الدي واي، يبقى اي باور واي دي واي بتساوي الدي يو، يبقى الدي واي بتساوي دي يو على اي باور واي، يبقى بتساوي دي يو على يو. هرجع للمسألة، يبقى انتجريشن واحد على جذر يو سكويرد ماينس واحد في دي يو على يو، يبقى الكلام ده هيساوي انتجريشن واحد على يو روت يو سكويرد ماينس واحد دي يو. ده صورة معروفة، صورة السك ماينس وان، بتساوي الطرف الثاني اكس زائد سي اتنين. ما هي اليو؟ ارجع الدالة لاصلها، اليو اللي هي اي باور واي. مهمتنا عايزين نوجد الثابت سي اتنين من الانيشال كونديشن اللي عندي. بيقول لي الواي اوف زيرو بتساوي الزيرو، يعني لما الاكس بتساوي الزيرو الواي بتساوي زيرو. يلا عوض، يبقى اي باور زيرو بواحد، يبقى سيك ماينس وان واحد بتساوي سي اتنين، وسيك ماينس وان واحد اللي هي بزيرو. السيك ماينس وان واحد خلي بالك بتساوي كوزاين ماينس وان واحد على اكس، شيل الاكس وعوض بواحد يبقى كوزاين ماينس وان واحد. ايه هي الانجل اللي الكوزاين ليها بواحد؟ زيرو، يبقى السي اتنين بزيرو. ارجع اشيل السي اتنين وعوض بقيمتها، هيبقى سيك ماينس وان اي باور واي بتساوي اكس، يعني الاي باور واي بتساوي سيك اكس، يعني الواي بتساوي لين سيك، ضربت في لين الطرفين، وده حل الديفرنشال ايكويشن. في اي مشكله يا شباب الناس اللي معانا؟ تمام يا دكتور. طيب تعال نشوف مساله ثانيه، بيقول لي سولف ذا ديفرنشال ايكويشن، واي دبل داش بتساوي واحد زائد واي داش سكويرد، والواي اوف زيرو بتساوي زيرو، والواي داش اوف زيرو بتساوي زيرو. لو انا بصيت للمعادله، المعادله فانكشن في الواي داش والواي دبل داش، مين اللي ابسنت؟ قال لك الاكس ابسنت والواي ابسنت. ففي الحاله دي اشتغل على اي حاله، عايز تشتغل على حاله الاكس ابسنت اشتغل، عايز تشتغل على حالة الواي ابسنت ايه اشتغل، انما الاسهل ليك اشتغل على حالة مين؟ الواي ابسنت. تمام؟ عايز تشتغل على الاكس اشتغل اللي يعجبك. لو انا اشتغلت على حالة الواي ابسنت يبقى اشيل الواي داش واعوض بفي، والواي دبل داش دي في باي دي اكس، يبقى دي في باي دي اكس بتساوي واحد زائد في سكوير اتحولت الى صبرة. افصل المتغيرات، يبقى دي في على واحد زائد في سكويرد بتساوي دي اكس. يلا اعمل انتجريشن للطرفين، يبقى انتجريشن واحد على واحد زائد في سكويرد دي في بتساوي انتجريشن الدي اكس، انتجريشن واحد على واحد زائد في سكويرد بتان ماينس وان في بتساوي اكس زائد سي. اشيل الفي وعوض بقيمتها، الفي عندك بكام؟ بواي داش، يبقى تان ماينس 1 واي داش بتساوي اكس زائد سي 1. يلا عوض، انا عندي الواي داش اوف زيرو بتساوي الزيرو. ما معنى هذا الكلام؟ ان لما الاكس بتساوي الزيرو الواي داش بزيرو. يلا عوض، يبقى تان ماينس 1 زيرو بتساوي زيرو زائد سي 1، تان ماينس 1 زيرو بزيرو يبقى سي 1 بزيرو. يبقى تحولت المعادله الى تان ماينس 1 واي داش بتساوي اكس، يبقى اذا الواي داش بتساوي تان اكس، يبقى تحولت المعادله الى هذه الصوره، معادله من الفيرست ديجري زي ما انت شايفها. احلها سيبرابل، شيل الواي داش وعوض مكانها دي واي باي دي اكس بتساوي تان، اعمل سيبريشن اوف فاريبل يبقى دي واي بتساوي تان اكس دي اكس. يلا اعمل انتجريشن، انتجريشن الدي واي بواي، انتجريشن التان بلين سيك اكس زائد سي 2. عايزين نوجد الثابت سي 2 من الانيشال اللي عندي، الواي اوف زيرو بتساوي الزيرو، يعني لما الاكس بتساوي الزيرو الواي بزيرو. يلا عوض، شيل الاكس وعوض بزيرو، وشيل الواي وعوض بزيرو، سك زيرو بواحد هيطلع لي لين واحد، لين واحد بزيرو، يبقى اذا السي 2 بتساوي الزيرو.
يبقى إذن الحل اللي عندي واي بتساوي لين سيك اكس، لين سيك ايه اكس. تمام يا شباب؟ يبقى أنا عندي بعض المعادلات بتبقى من السكند أوردر أقدر أحولها إلى الفيرست أوردر، وأنا عندي حالتين زي ما قلت لك، إذا كانت الواي أبسنت وإذا كانت الإكس إيه الإكس أبسنت. تمام يا شباب؟ في أي مشكلة في هذا الجزء؟ تمام يا دكتور. ممكن بس جزئية الواي أبسنت والإكس أبسنت؟ نعم؟ الجزئية بس اللي هي ازاي احولها يا دكتور؟ معلش ازاي احول؟ ما انا كل اللي انا شرحته ده، اما انت كنت فين؟ ايه؟ انت خلاص لسه داخل ولا ايه؟ هو كان في ميتنج تاني فكنت انا دخلت متأخر شوية. طب وانا هعمل ايه؟ انا ده هعيد من اول وجديد كده. لا خلاص شكرا يبقى دكتور. اسمعه تاني بقى، يعني هو كده كده المحاضرة بتنزل يبقى اسمعها. تمام؟ أنا هدخل بحاجة جديدة دلوقتي مش متعلقة باللي أنا شرحته. تعال نشوف بقى الـ higher order linear differential equations with constant coefficients. إحنا خلصنا كده شابتر 1 اللي هو كان الـ first order differential equations. تعال نشوف بقى شابتر 2 في الـ differential equations وهو الـ higher order. هندرس إحنا الـ higher order linear differential equations with constant coefficients. يبقى انا هدرس الهاير اوردر بس في حاله اذا كانت المعادله لينير والمعاملات اللي عندي ثابته. يبقى معاملات معادلات تفاضليه من الرتبه العليا والمعاملات الايه الثابته. يبقى المعادلات التفاضليه الخطيه من الرتب العليا والمعاملات الثابته، يبقى هاير اوردر لينير ديفرنشال ايكويشن وذ كونستانت كوفيشنتس. يبقى المعادله هتبقى هاير اوردر. هاير اوردر يعني ايه؟ يعني التفاضل الثاني الثالث الرابع. لينير يعني ايه؟ يعني الواي وتفاضلاتها من الفيرست ديجري مرفوعه الباور 1، لا يوجد حاصل ضرب الواي مع تفاضلاتها. تمام؟ كونستانت كوفيشنت يعني المعاملات بتاع الواي والواي داش اعداد ثابته. وهنشوف دلوقتي الصوره العامه للهاير اوردر لينير ديفرنشال ايكويشنز. الصوره العامه هي a نوت y n زائد a 1 y n ماينس 1 زائد a 2 y n ماينس الاثنين وهكذا الى a n y بتساوي الاف اوف اكس. لما بكتب الباور ما بين قوسين ده يبقى ده ايه؟ ديريفاتيف. يعني ده الديريفاتيف رقم n، ده الديريفاتيف رقم n ماينس 1، ده الديريفاتيف رقم n ماينس 2 وهكذا. دي الصوره العامه للمعادله الهاير اوردر ذات معاملات ثابته، يعني الاي نوت والاي 1 والاي 2 والاي 3 والاي ان دي اعداد ثابته كونستانت، والاي نوت لا يساوي الزيرو. معادله لينير الواي وتفاضلاتها كلها مرفوعه الباور 1 من الفيرست ديجري، لا يوجد حاصل ضرب الهاير اوردر بتنقسم الى نوعين. النوع الاول لو المعادله اللي عندي هوموجينيس، يعني معادله متجانسه. طب انا اعرفها انها هوموجينيس ازاي؟ اذا كانت الاف اوف اكس بزيرو، الطرف الثاني بزيرو. الحاله الثانيه نون هوموجينيس، معادله غير متجانسه اذا كانت الاف اوف اكس لا تساوي الزيرو. الاف اوف اكس ده قد يكون عدد ثابت او فانكشن في الاكس. تمام؟ طالما الـ f of x لا تساوي الزيرو يبقى المعادلة دي non homogeneous. احنا هندرس الحل في الحالتين، لو المعادلة اللي عندي homogeneous او المعادلة اللي عندي ايه non homogeneous. تعال نشوف اولا الـ homogeneous higher order linear differential equation with constant coefficient. المعادلات التفاضلية من الرتب العليا والمعاملات الثابته والهوموجينيس المتجانسه. الجنرال فورم ليها هي الاي نوت واي ان زائد اي 1 واي ان ماينس 1 زائد اي 2 واي ان ماينس 2 وهكذا زائد اي ان واي ايكوال 0.
الجنرال سوليوشن للمعادله دي بيساوي ايه؟ قال لك الواي جنرال سوليوشن بيساوي الواي سي اف. طب وما هو الواي سي اف؟ قال لك الواي سي اف ده بنسميه الكومبلمنتري فانكشن، الحل المكمل. والحل المكمل ده هو حل بيحقق المعادله وبيحتوي على عدد من الثوابت بيساوي رتبه المعادله اللي عندي. طب بوجد الواي سي اف ازاي؟ قال لك بكون حاجه اسمها الاوكسيلري ايكويشن، المعادله المساعده. طب بنكون الاوكسيلري ازاي؟ قال لك بستبدل كل تفاضل للواي بام، بستبدل كل تفاضل للواي بام، وباور الام هي الاوردر بتاع الديريفيتيف. يعني ده التفاضل رقم ان هتبقى ام باور ان، ده التفاضل رقم ان ماينس واحد هتبقى ام باور ان ماينس وان. لو انا عندي واي دبل داش يبقى ام سكويرد، واي داش هتبقى ام، واي فقط مفيش تفاضل يبقى مفيش ام، اللي هي ام باور زيرو. يبقى اكون الاوكسيلري ايكويشن ازاي؟ هستبدل كل تفاضل للواي بام، وباور الام اللي هو الان ده هو الاوردر بتاع الديريفيتيف، هو رتبه التفاضل. هيطلع لي معادله بولينوميال زي ما انت شايف. نوجد الروتس للبولينوميال اللي عندي. بناء على الروتس بتاع البولينوميال اللي عندي ده هقدر اوجد الحل. عندي اربع حالات. الحاله الاولى لو الروت اللي عندي دي طلعت ديستينكت ريال روت، يبقى لو طلعت ديستينكت ريال روت جذور حقيقيه ومختلفه. يعني ايه ديستينكت ريال روت؟ يعني الام واحد لا يساوي الام 2 لا يساوي الام 3 لا يساوي الام ان، وكلها ريال ومفيش واحد بيساوي التاني. لو الروت اللي عندي ديستنكت ريال روت، الواي سي اف الكومبلمنتري فانكشن هيساوي ايه؟ سي 1 اي باور ام 1 اكس زائد سي 2 اي باور ام 2 اكس زائد سي 3 اي باور ام 3 اكس وهكذا الى سي ان اي باور ام ان اكس. تعال نشوف مثال يوضح هذا الكلام. بيقول لي find the general solution للdifferential equation y double dash minus y dash minus 6 y equals 0. زي ما انت شايف المعادلة دي higher order، اعلى تفاضل التفاضل الثاني، والcoefficient ثابتة، المعاملات ثابتة اهي زي ما انت شايف، والمعادلة دي linear، الواي وتفاضلاتها مرفوعة الباور 1، والمعادلة دي هوموجينيس، الطرف الثاني بيساوي الزيرو. يبقى الواي جنرال سوليوشن بيساوي الواي سي اف اللي هو الكومبلمنتري فانكشن. علشان اوجد الواي سي اف هكون الاوكسيلري ايكويشن. طب هكونها ازاي؟ هشيل كل واي واعوض مكانها بام، باور الام هو الاوردر بتاع الديريفيتيف، يعني ده واي دبل داش هتبقى ام سكوير، ده واي داش هتبقى ام، ده واي هتبقى ام باور زيرو. تمام؟ يبقى ام سكويرد ماينس الام ماينس 6 بتساوي زيرو، ده الاوكسيلر ايكويشن. دي بولينوميال اشوفها تتحلل ولا ما تتحللش، اقدر اعمل لها فاكتورايزيشن احللها، يلا حللها، هتبقى ام ماينس 3 وام زائد 2. يبقى طلعت الروت اللي عندي الام 1 ب 3 والام 2 بنيجاتيف 2. زي ما انت شايف الجذور ريال وديستنكت، جذور حقيقيه ريال اهي ومختلفه، ده 3 وده نيجاتيف 2. لو الروت اللي عندي ديستنكت ريال روت جذور حقيقيه ومختلفه، يبقى شكل الواي جنرال سوليوشن اللي هو الواي سي اف بيساوي ايه؟ سي 1 اي باور ام 1 اكس زائد سي 2 اي باور ام 2 اكس. تمام؟ وقفت عند السي 2 دي ليه؟ لان انا عندي ايه؟ جذرين فقط. يبقى سي 1 اي باور ام 1 اكس الام 1 ب 3 زائد سي 2 اي باور ام 2 اكس الام 2 بنيجاتيف 2، وهو ده حل الديفرنشال ايكويشنز اللي عندي.
خلي بالك من ملحوظة مهمة جدا، بيقول لي ان رتبة المعادلة الاوردر بتاع المعادلة بيساوي درجة المعادلة المساعدة بيساوي عدد الجذور اللي بتطلع لي بيساوي عدد الثوابت الاختيارية اللي عندي بيساوي عدد الحلول. ما هو اللي جنب السي واحد ده حل واللي جنب السي اتنين ده حل، يبقى الاوردر المعادلة من الرتبة التانية بتساوي درجة المعادلة المساعدة، المعادلة المساعدة من الدرجة التانية، بتساوي عدد الروتس طلع لي جذرين، بتساوي عدد الاربيتراري كونستانت الثوابت الاختيارية ثابتين، بتساوي عدد الحلول حلين زي ما انت شايفه. يبقى رتبة المعادلة بتساوي درجة المعادلة المساعدة بتساوي عدد الروتس اللي بتطلع لي بيساوي عدد الثوابت الاختيارية اللي عندي بيساوي عدد الحلول. تمام يا شباب؟ دكتور الحالة الثانية بيقول لي لو الروت اللي عندي ريبيتد ريال روت جذور حقيقية ومكررة، جذور ريال بس مكررة يعني متساوية، يعني الام واحد بيساوي الام اتنين بيساوي الام تلاتة بيساوي الام اربعة. في الحالة دي الواي سي اف بتساوي ايه؟ اي باور ام اكس سي واحد زائد سي اتنين اكس زائد سي تلاتة اكس سكوير زائد سي اربعة اكس باور ثري وهكذا الى سي ان اكس باور ان ماينس وان. يبقى شكل الحل اي باور ام اكس سي واحد زائد سي اتنين اكس سي تلاتة اكس سكوير سي ان في اكس باور ان ماينس وان، ده لو الروت اللي عندي ايه؟ ريبيتد ريال روت. تعال نشوف مثال. بيقول لي solve the differential equation y double dash زائد 6 y dash زائد 9 y بتساوي 0. دي معادلة higher order، المعاملات ثابتة زي ما انت شايف، معادلة linear زي ما انت شايف، ال y وال y dash وال y double dash من الفيرست ديجري، الطرف الثاني بيساوي 0 يبقى معادلة homogeneous، يبقى ال y general solution بيساوي ال y cf. علشان اوجد ال y cf هكون الاوكسيلري. هكون الاوكسيلري ازاي؟ استبدل كل تفاضل لل y ب m، باور ال m هو الاوردر للدريفتيف، ده y double dash يبقى m squared زائد 6 y dash يبقى m زائد 9 y يبقى m باور 0. مفيش تفاضل يبقى مفيش m. طلعت لي معادلة من السكند ايه؟ من السكند ديجري. احلها هعمل فاكتورايزيشن يبقى ام زائد 3 وام زائد 3. طلعت الام 1 بنيجاتيف 3 وايضا الام 2 بنيجاتيف 3. يبقى زي ما انت شايف الام 1 بيساوي الام 2 بيساوي نيجاتيف ايه 3. يبقى دي جذور حقيقية ومكررة. إذا كانت الجذور اللي عندي ريبيتد ريال روتس جذور حقيقية ومكررة، شكل الـ YCF بتساوي إيه؟ E باور MX C1 زائد C2X. الـ M عندي بكام؟ اللي هي بنيجاتيف 3 C1 زائد C2X. تمام يا شباب؟ في أي مشكلة؟ تمام يا دكتور. تعال نشوف دكتور. مثال تاني بيقول لي solve the differential equation y v زائد 3 y i v نيجاتيف 10 y triple dash بتساوي 0. زي ما انت شايف دي معادلة higher order، المعاملات ثابتة زي ما انت شايف. تمام، معادلة linear، ال y وتفاضلاتها مرفوعة الباور 1، الطرف الثاني بيساوي الزيرو يبقى معادلة هوموجينس. يبقى ال y general solution بيساوي ال y cf. علشان اوجد ال y cf هكون الاوكسيلري ايكويشن. يلا كون الاوكسيلري ايكويشن، هستبدل كل تفاضل لل y ب m، باور ال m هو الاوردر للدريفيتيف، ده v يعني الدريفيتيف رقم 5 هتبقى m باور 5 زائد 3 m الديريفاتيف هنا اي في يعني من الرتبه الرابعه يبقى ام اس 4 ماينس 10 يبقى ام
الديريفاتيف عندي الديريفاتيف الثالث يبقى ام كيوب ده بتساوي الزيرو. اقدر اخد ام كيوب ده كومون فاكتور هيتبقى لي ام سكويرد زائد 3 ام ماينس 10. اقدر اعمل لها فاكتورايزيشن يبقى ام ماينس 2 في ام زائد 5. يبقى طلع عندي ام كيوب ده بزيرو وام ماينس 2 بزيرو وام بلس 5 ايكوال زيرو. ام كيوب ده بزيرو معناها ليها ثلاث جذور يعني ام 1 وام 2 وام 3 بزيرو. ما تقولش يبقى الام بزيرو لا تمام. ام كيوب ده معادله من ايه الدرجه الثالثه من الثيرد ديجري يبقى ليها ثلاث جذور يبقى ام 1 بتساوي ام 2 بتساوي ام 3 بتساوي الزيرو. نيجي للقوس ده الام 4 ب 2 والام 5 بنيجاتيف 5. المسألة دي جمعت ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية، فيها جذور حقيقية ومختلفة وفيها جذر مكرر ثلاث مرات اهو، فجمعت ما بين الحالتين الأولى والثانية. شكل الواي سي اف بتساوي إيه؟ أنا عندي جذور مكررة يبقى إيه باور إم إكس سي 1 زائد سي 2 إكس زائد سي 3 إكس سكوير ده، لأن آخر الجذر الثالث. الجذر الرابع والخامس مختلفين. يبقى سي 5 اي باور سي 4 اي باور ام 4 اكس زائد سي 5 اي باور ام 5 اكس. يلا عوض اي باور ام اكس الام هنا بزيرو اللي هو الجذر المقرر سي 1 زائد سي 2 اكس زائد سي 3 اكس سكوير زائد سي 4 اي باور ام 4 اكس الام 4 ب 2 زائد سي 5 اي باور ام 5 اكس الام 5 بتساوي نيجاتيف 5. تمام يا شباب؟ في أي مشكلة؟ زي ما أنت شايف دي معادلة من الرتبة الخامسة طلع ليها خمس ثوابت بخمس إيه؟ بخمس حلول. اللي جنب السي 1 ده حل، اللي جنب السي 2 ده حل، اللي جنب السي 3 حل، اللي جنب السي 4 حل، اللي جنب السي 5 حل. تعال نشوف الحالة الثالثة اللي هي الكومبلكس روت، لو الجذور اللي عندي جذور كومبلكس مركبة. يعني لو الجذر الاول والثاني بيساوي ايه تمام موجب او سالب الاي بي الاي اللي هو الايماجينري التخيلي. لو المعادله اللي عندي بتحتوي على جذور كومبلكس يعني جزء ريال وجزء ايماجينري في الحاله دي شكل الواي سي اف بتساوي ايه اي باور اي اكس سي 1 كوزاين البي اكس زائد سي 2 ساين البي اكس. الاي ده اللي هو الجزء الريال انما البي الجزء الايماجينري اللي هو معامل الاي. يبقى الواي سي اف هيبقى اي باور اي اكس سي 1 كوزاين البي اكس زائد سي 2 ساين البي اكس. تعال نشوف مثال بيقول لي اوجد حل الجنرال اوجد الجنرال سوليوشن للديفرنشال ايكويشن واي دبل داش زائد 2 واي داش زائد 5 واي ايكوال زيرو. زي ما انت شايف دي معادلة تمام هاير اوردر. المعاملات زي ما انت شايف ثابتة والمعادلة دي لينير والطرف الثاني بزيرو يبقى هوموجينيس. يبقى الواي جنرال سوليوشن بيساوي الواي سي اف. علشان اوجد الواي سي اف هكون الاوكسيلري. استبدل كل تفاضل للواي بام وباور الام هو الاوردر للديريفاتيفز واي دبل داش يبقى ام سكويرد زائد 2 واي داش يبقى ام زائد 5 مفيش تفاضل مفيش ام بتساوي الزيرو. اعمل لها فاكتورايزيشن ما تتحللش احلها بالفورمولا بالقانون. يبقى الام 1 و2 لان دي معادله من السكند ديجري يبقى ليها ايه جذرين. يبقى الام 1 و2 يعني الجذر الاول والثاني من الفورمولا من القانون بيساوي نيجاتيف بي موجب او سالب الجذر التربيعي لبي سكويرد سالب 4 اي سي على 2 اي. ما هو الاي وما هي البي وما هي السي؟ الاي معامل الام سكويرد، البي معامل الام، السي اللي هو الحد الفري. يبقى نيجاتيف 2 موجب او سالب الجذر التربيعي لبي سكويرد يبقى 4 ماينس 4 اي سي الاي بواحد والسي بنيجاتيف 5 تمام.
يبقى تبقى نيجاتيف 2 4 ماينس 20 يبقى نيجاتيف 16. يبقى نيجاتيف 2 موجب او سالب جذر سالب 16 تمام بسالب ب 4 اي، لان جذر 16 ب 4 وجذر نيجاتيف 1 اللي هو الايماجينري اي يبقى نيجاتيف 2 بلس اور ماينس 4 اي اوفر 2. يبقى نيجاتيف 1 بلس اور ماينس 2 اي يبقى طلع الجذر اللي عندي جذر كومبلكس زي ما انت شايفه، في جزء ريال وجزء ايماجينري. الجزء الريال بسميه ايه اللي هو نيجاتيف 1، والجزء الايماجينري معامل الاي هو البي اللي هو 2. شكل الحل بيساوي ايه؟ اي باور اي اكس سي 1 كوزاين بي اكس زائد سي 2 ساين البي اكس. يلا عوض الاي بنيجاتيف 1 البي ب 2 يبقى اي باور نيجاتيف اكس سي 1 كوزاين 2 اكس زائد سي 2 ساين 2 اكس. تعال نشوف الحاله الرابعه اللي هي ريبيتد كومبلكس روت، لو هي جذور مركبه ولكن مكرره. يعني الام 1 و2 بيساوي الام 3 و4 بيساوي الام 5 و6 بيساوي ايه؟ موجب او سالب الاي بي. في الحاله دي الواي سي اف بتساوي ايه؟ بتساوي اي باور اي اكس سي 1 زائد سي 2 اكس زائد سي 3 اكس سكوير وهكذا الى سي ان اكس باور ان ماينس 1 مضروبه في كوزاين بي اكس زائد سي 1 داش زائد سي 2 داش اكس زائد سي 3 داش اكس سكوير زائد سي ان داش اكس باور ان ماينس 1 مضروبه في ساين بي اكس. تعال نشوف مثال على هذا الكلام. بيقول لي سولف ذا ديفرنشال ايكويشن. نعم. هو ايه السي داش او السي سي 1 داش السي 2 ثابت ثابت تاني ممكن اسميه بي بي 1 زائد بي 2 اكس زائد بي 3 اكس سكوير. اي ثابت انا يعني بسميه عشان ده سميته سي 1 سميت ده سي 1 داش انما ثابت يعني. ما ينفعش يبقى هما الاثنين سي 1؟ لا ما ينفعش ده حاجه وده حاجه. طيب سميت ده سي 1 سمي ده اي رمز تاني اللي يعجبك، لو مش عاجبك سي 1 داش سميه اي رمز تاني. تمام يا دكتور. انما ما ينفعش الاثنين يبقى نفس الثابت. تمام؟ تمام. تعال نشوف مساله. بيقول لي solve the differential equation y i v زائد 18 y double dash زائد 81 y equal 0. دي معادلة زي ما انت شايف higher order، المعاملات ثابتة زي ما انت شايف اهو، معادلة linear ال y وال y double dash وال y i v اللي هو التفاضل الرابع كلهم مرفوعين لباور 1 يبقى معادلة linear. الطرف الثاني بيساوي الزيرو يبقى معادله هوموجينيوس. يبقى الواي جنرال بيساوي الواي سي اف. علشان اوجد الواي سي اف لازم نوجد الاوكسيلري ايكويشن. يلا كون الاوكسيلري، استبدل كل تفاضل للواي بام وباور الام هو الاوردر للديريفيتيف اللي عندي. ده التفاضل رقم 4 يبقى ام باور 4 زائد 18 واي دبل داش ده السكند ديريفيتيف يبقى ام سكويرد زائد 81 واي يبقى 81 ام باور 0 اللي هي 81. تمام. دي معادله من الايه من الدرجه الرابعه، اقدر اعمل لها فاكتورايزيشن يبقى ام سكويرد زائد 9 في ام سكويرد زائد 9. يبقى الام سكويرد بتساوي نيجاتيف 9 والام سكويرد الثانيه بتساوي نيجاتيف 9. تمام. يبقى الام 1 و2 بيساوي موجب او سالب الجذر التربيع النيجاتيف 9 اللي هي 3 اي، وده الجذر الثالث والرابع هيساوي الجذر التربيع النيجاتيف 9 اللي هي ايه 3 اي. طلعت الجذور متساويه اهو، دي معادله من الرتبه الرابعه يعني لها اربع جذور. ال 3 اي ده موجب او سالب 3 اي ده الجذر الايه الاول والثاني. تمام. يبقى الجذر الاول والثاني بيساوي الثالث والرابع بيساوي موجب او سالب 3 اي. الجزء الريال عندك الاي بكام؟ بزيرو. والجزء الايماجينري البي بكام؟ ب 3. يبقى شكل الواي سي اف هيبقى اي باور اي اكس سي 1 زائد سي 2 اكس
في كوزين بي اكس، لان طلع عندي ايه؟ جذرين مركبين، تمام؟ يبقى سي 1 زائد سي 2 اكس كوزين بي اكس زائد سي 3 زائد سي 4 اكس في ساين البي اكس، تمام؟ يلا عوض الاي عندك في زيرو، يبقى اي باور زيرو سي 1 زائد سي 2 اكس في كوزين البي ب 3 زائد سي 3 زائد سي 4 اكس في سي في ساين 3 اكس. ممكن مش عايز تسمي سي 3 وسي 4، سميها مثلا بي 1 زائد بي 2 اكس، اي ثوابت، اي ايه ثوابت، تمام يا شباب؟ في اي مشكله في المعادله الهوموجينيوس؟ في اي مشاكل يا شباب الناس اللي معانا؟ تمام. طب لو المعادله اللي عندي بقى نون هوموجينيوس، لو المعادله اللي عندي ايه نون هوموجينيوس، يعني الطرف الثاني لا يساوي زيرو، يا ترى في الحاله دي بقى الواي جنرال سوليوشن هيساوي ايه؟ تعال نشوف. يبقى نون هوموجينيوس هاير اوردر لينير ديفرنشال ايكويشنز ويز كونستانت كوفيشنت. الصوره العامه ليها اي نوت واي ان زائد اي واحد واي ان ماينس واحد زائد اي اتنين واي ان ماينس اتنين دكتور صوت حضرتك بيقطع. هو الصوت قطع صح؟ أيوه. معايا شباب؟ ما اعرفش النت فصل كده. تمام، تعال نشوف بقى المعادلات اللي هي نون هوموجينيوس هاير اوردر ديفرنشال ايكويشنز. الصوره العامه ليها اي نوت واي ان زائد اي واحد واي ان ماينس 1
زائد ايه 2 واي ان ماينس 2 وهكذا الى ايه ان واي بتساوي الاف اوف اكس. دي معادله هاير اوردر، المعاملات ثابته زي ما انت شايف، معادله لينير الواي وتفاضلاتها من الفيرست ديجري. الطرف الثاني الاف اوف اكس لا يساوي زيرو، بس بسميها نون هوموجينس. يبقى الطرف الثاني لا يساوي الزيرو فبسميها ايه؟ نون هوموجينس. اذا كان الطرف الثاني لا يساوي الزيرو الواي جنرال سوليوشن بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي الواي سي اف زائد الواي بي ار. الواي سي اف ده اللي هو الكومبلمنتري فانكشن، الحل المكمل اللي احنا كنا بنجيبه. طب والواي بي اي بسميه البارتيكولار انتجرال او البارتيكولار سوليوشن، الحل الخاص. والبارتيكولار انتجرال او البارتيكولار سوليوشن هو حل بيحقق المعادله لكنه لا يحتوي على اي ثوابت اختياريه، ما فيهوش ثوابت، انما بيحقق المعادله. علشان اوجد الواي سي اف ده هساوي او هشيل الاف اوف اكس واعوض مكانها بزيرو وحلها زي المسائل اللي احنا حليناها في الحالة الهوموجينس، نفس الحالات الاربعة اللي احنا شفناها. جبت الواي سي اف بقى، مهمتي نوجد الواي بي اي ازاي؟ قال لك عندي طريقتين علشان اوجد الواي بي اي. طريقة جنرال لجميع الحالات دي بسميها طريقة الفاريشن اوف بارامتر، وفي طريقة خاصة لبعض الحالات دي بسميها الاوبريتور ميثود. يبقى في طريقة جنرال لأي حالة دي بسميها طريقة الفاريشن اوف بارامتر، وطريقة سبيشال لبعض الحالات بسميها طريقة الاوبريتور ميثود. هندرس كل حالة على حالة. تعال نشوف ازاي بوجد البارتيكولار سوليوشن باستخدام طريقة الفاريشن اوف بارامتر. للسهولة أشوف الكلام ده لو أنا عندي معادلة من السكند أوردر. لو أنا عندي معادلة بالشكل ده A نوت Y دبل داش زائد A واحد Y داش زائد A اتنين Y بتساوي الـ F of X. دي معادلة من السكند أوردر هي، ومعادلة نان هوموجينيس، الطرف الثاني ما بيساويش زيرو. علشان أوجد الـ Y بي أي أرقم واحد هوجد الـ Y هيحتوي على ثابتين وهيحتوي على حلين اهو سي واحد واي واحد زائد سي اتنين واي. بفرض الواي بي اي على شكل الواي سي اف مع استبدال السي واحد باي واحد اوف اكس واستبدال السي اتنين باي اتنين اوف اكس، والاي واحد والاي اتنين بيحققوا لي شرطين. الشرط الاول ان الاي واحد داش واي واحد زائد الـ A2 داش Y2 بتساوي الزيرو. الشرط الثاني الـ A1 داش في الـ Y1 داش زائد الـ A2 داش في الـ Y2 داش بتساوي الـ F of X على الـ A نوت. الـ F of X اللي هو الطرف الثاني للمعادلة. الـ A نوت معامل أعلى ديريفيتيف، يبقى الـ A نوت هو معامل أعلى إيه؟ ديريفيتيف، اللي هو معامل الـ Y دبل داش. تمام يا شباب معايا؟ الناس معايا؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. تمام، يبقى انا لو عندي معادله من السكند اوردر اهو وعايز اوجد الواي بي اي رقم واحد هوجد الواي دكتور. ما فيش صوت يا دكتور. دكتور ما فيش صوت يا دكتور. شغل النت قطع تاني يا دكتور. حضرتك سامعنا؟
معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. والنت كل شويه عمال يفصل، فمش تمام. يبقى انا لو عندي معادله زي ما قلت لكم، معادله من السكند اوردر اهو، هاخد مثال عشان بس ايه نوجد اللي هو البارتيكولار سوليوشن. ولو عندي معادله من السكند اوردر اي نوت واي دبل داش زائد اي واحد واي داش زائد اي 2 واي بتساوي الاف اوف اكس، علشان اوجد الواي بي اي هوجد الواي سي اف. دي معادله من السكند اوردر. يبقى الواي سي اف هيبقى عندي حلين، سي واحد واي واحد زائد سي اتنين واي اتنين. هفرض الواي بي اي على شكل الواي سي اف مع استبدال السي واحد بإي واحد والسي اتنين بإي اتنين، هيبقى الواي بي اي بيتساوي اي واحد واي واحد زائد اي اتنين واي اتنين. والاي واحد والاي اتنين هيحققوا لي شرطين، الاي واحد داش واي واحد زائد الاي اتنين داش واي اتنين ايكوال زيرو. الشرط الثاني الاي واحد داش واي واحد داش زائد الاي اتنين داش واي اتنين داش بتساوي الاف اوف اكس على الاي نوت. الاف اوف اكس اللي هو الطرف الثاني للايه للديفرنشال ايكويشنز اللي عندي، والاي نوت معامل اعلى الدريفاتيف. احل المعادلتين دول مع بعض، هنوجد الاي واحد داش والاي اتنين داش بالانتجريشن، هنوجد الاي واحد والاي اتنين بالانتجريشن، هنوجد الاي واحد والاي اتنين. تعال نشوف مثال يوضح الكلام ده. بيقول لي فاين ذا جنرال سوليوشن للديفرنشال ايكويشنز واي دبل داش ماينس 2 واي داش زائد واي بتساوي اي باور اكس على اكس. دي معادله زي ما انت شايف هاير اوردر، المعاملات ثابته زي ما انت شايفه، واحد نيجاتيف 2 واحد. ومعادله الواي والواي داش والواي دبل داش مرفوعين لباور 1 من الفيرست ديجري، ولكن الطرف الثاني لا يساوي الزيرو، يبقى دي معادله نان هوموجينيس. طالما المعادله نان هوموجينيس يبقى الواي جنرال سوليوشن بيساوي ايه؟ الواي سي اف زائد الواي بي ار. رقم واحد نوجد الواي سي اف، علشان اوجد الواي سي اف هساوي المعادله بالزيرو، يبقى واي دبل داش ماينس 2 واي داش زائد واي ايكوال زيرو. تمام. علشان اوجد الواي سي اف هات الاوكسيلري ايكويشن، استبدل كل تفاضل للواي بام، وباور الام هو الاوردر للديريفيتيف اللي عندي. واي دبل داش هيبقى ام سكوير ماينس 2 واي داش هيبقى ام زائد 1. تمام. المعادله دي اقدر اعمل لها فاكتورايزيشن، يبقى ام ماينس واحد في ام ماينس واحد، طلع الام واحد بواحد والام اتنين بواحد، يبقى طلعت الجذور حقيقيه ومكرره، ام واحد بتساوي ام اتنين بتساوي واحد. يبقى شكل الواي سي اف هيبقى اي باور ام اكس سي واحد زائد سي اتنين اكس، الام عندك بواحد، يبقى اي باور اكس سي واحد زائد سي اتنين اكس. اضرب الاي باور اكس جوه سي واحد اي باور اكس زائد سي اتنين اكس اي باور اكس. اللي جنب السي واحد ده بسميه واي واحد الحل الاول، واللي جنب السي اتنين الواي اتنين. يبقى الواي واحد بي باور اكس والواي اتنين باكس باور اكس. ده الواي مين سي اف. في اي مشكله في الواي سي اف يا شباب؟ الناس معايا؟ الناس معايا يا شباب؟ مع حضرتك. تمام. مع حضرتك يا دكتور. تمام. علشان نوجد الواي بي اي بقى، خلي بالك بقى معايا بقى، علشان اوجد الواي بي اي، تمام؟ هفرض الواي بي اي في هذه الصوره اي واحد واي واحد زائد اي اتنين واي اتنين، والاي واحد والاي اتنين بيحققوا لي شرطين، الاي واحد داش واي واحد،
زائد الـ A2 داش Y2 equal 0. الشرط الثاني A1 داش زائد الـ A2 داش Y2 داش بتساوي الـ F of X على الـ A. يلا عوض بقى، شيل الـ Y1 وعوض بقيمته E باور X، الـ Y2 وعوض بقيمته E باور X في E باور X. الـ Y1 داش أمسك الـ Y1 أجيب لها الـ Y1 داش، الـ Y2 داش همسك الـ Y2 أجيب لها الديريفاتيف بتاعها Y2 داش. الـ F of X اللي هو الطرف الثاني للديفرنشال إيكويشنز اللي عندي، اللي هو E باور X على X. على الـ A نوت معامل أعلى ديريفاتيف عندي اللي هو معامل الـ Y دبل داش اللي هي بواحدة. تمام؟ يلا عوض بقى. يبقى E1 داش يبقى الـ Y بي أي E1 في Y1 E باور X زائد E2 في Y2 X في E باور X. الشروط اللي عندي E1 داش في Y1 في E باور X زائد E2 داش في Y2 الـ X في E باور X. تعال نشوف الشرط الثاني E1 داش في Y1 داش تفاضل الـ E باور X هي نفسها زائد الـ E2 داش في Y2 داش تفاضل الـ X E باور X الأولى في ديريفاتيف الثانية E باور X زائد الثانية E باور X في تفاضل الأولى بواحد بتساوي الطرف الثاني الـ F of X اللي هو الطرف الثاني للمعادلة اللي هو E باور X على X. على الـ A نوت معامل الـ Y دبل داش أعلى ديريفاتيف اللي هو بواحد. طلع عندي معادلتين بالشكل ده، حل بقى المعادلتين. عايز أحل المعادلتين أطرح المعادلة 2 من المعادلة 1 يبقى E1 داش E باور X تروح مع E1 داش E باور X والـ E2 داش X في E باور X هتروح مع E2 داش X في E باور X هيبقى لي E2 داش بتساوي E باور X على X الـ E باور X هتروح مع الـ E باور X يبقى الـ E2 داش بتساوي 1 على X. عوض في المعادلة رقم 1 هنوجد الـ A1 داش يبقى الـ A1 داش E باور X زائد الـ A2 داش قيمتها بواحد على X في X E باور X الـ X هتروح مع الـ X هيطلع على الـ A1 داش بتساوي نيجاتيف 1. ولكن أنا عايز الـ A1 والـ A2 أعمل لهم انتجريشن داش انتجريشن 1 على اكس بلين اكس. ارجع لرقم اي اشيل الاي 1 واعوض بقيمتها اشيل بلين بي اي. الواي جنرال بيساوي ايه؟ الواي سي اف زائد الواي بي اي. الواي سي اف زائد الواي بي اي. تعال نشوف مساله ثانيه بيقول لي اوجد الجنرال الديفرنشال ايكويشن. دكتور واي دبل داش زائد واي بتساوي 10 اكس. حد عايز يسال؟ يعني ممكن الحته الاخيره دي تاني يا دكتور معلش. بيقول لي اوجد الجنرال سوليوشن للديفرنشال ايكويشن واي دبل داش زائد واي بتساوي 10 اكس. النت بتاعك وحش يا دكتور قفل تاني.
معايا يا دكتور شباب؟ انت الصوت مش وصل لنا. تمام، معاك معاك يا دكتور، اتفضل. تمام، طيب تعال نشوف المثال الثاني ده. يقول لك دكتور ذا جنرال سوليوشن للديفرنشال ايكويشن واي دبل داش زائد واي بتساوي 10 اكس. دي معادله زي ما احنا شايفين، معادله من السكند اوردر ومعادله تمام لينير، الواي والواي داش من الفيرست ديجري، والمعاملات ثابته، معامل الواي دبل داش عدد ثابت، معامل الواي بعدد ثابت. الطرف الثاني لا يساوي الزيرو، يبقى معادله نان هوموجينس. يبقى الواي جنرال بيساوي الواي سي اف اساوي المعادله بالزيرو، يبقى واي دبل داش زائد واي ايكوال زيرو. هنوجد الاوكسيلري ايكويشن، يبقى ام سكويرد زائد واحد بتساوي الزيرو، يبقى ام سكويرد بتساوي نيجاتيف 1، يبقى الام بتساوي موجب او سالب جذر نيجاتيف 1 اللي هي موجب او سالب ار. طلعت الجذور اللي عندي جذور ايه؟ كومبلكس. يبقى الواي اف هتساوي اي باور اي اكس سي 1 كوزاين بي اكس زائد سي 2 ساين البي اكس. تمام؟ الاي الجزء الريال بزيرو، البي الجزء الايماجينري بواحد. يبقى الواي سي اف هيساوي اي باور 2 اكس سي 1 كوزاين اكس زائد سي 2 ساين اكس. يبقى الواي سي اف هيساوي سي 1 كوزاين اكس زائد سي 2 ساين اكس. اللي جنب السي 1 ده الواي 1 بكوزاين اكس، واللي جنب السي 2 الواي 2 بساين اكس. عايز اوجد استخدام الفاريشن اوف بارامتر، يبقى هفرض الواي بي او بي 1 واي 1 زي واي 2، والاي 1 والاي 2 بيحققوا لي شرطين، الاي 1 داش واي 1 زائد الاي 2 داش الاي 1 داش واي 1 داش زائد الاي 2 داش واي 2 داش بيساوي الاف على الاي نوت. يلا عوض بقى. تمام، يبقى ادي الحل اللي عندي، الواي بي اي اي 1 واي 1 الواي 1 بكوزين اكس زائد اي 2 واي 2 الواي 2 بساين اكس، بيحققوا لي شرطين، اي 1 داش واي 1 بكوزين اكس زائد اي 2 داش واي 2 بساين اكس بزيرو. الشرط الثاني الاي 1 داش في واي 1 داش تفاضل الكوزين بنيجاتيف ساين زائد دكتور الصوت اتقطع. معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. والله النهارده يوم يعلم بلا ربنا. وصلنا لحد فين؟ تكوين المعادلتين. ايه؟ تكوين المعادلتين. طيب تمام، يبقى انا وصلت اهو، هكون بقى هوجد، عايز اوجد الواي بي اي، يبقى افرض الحل بالشكل ده، اي 1 واي 1 زائد اي 2 واي 2، الواي 1 عندي بكوزاين
والواي 2 بساين. تمام. يلا عوض، يبقى اي واحد واي واحد كوزين اكس زائد اي 2 واي 2 بساين اكس، والاي واحد والاي 2 بيحققوا لي شرطين، الاي واحد داش في واي واحد اللي هي كوزين، زائد الاي 2 داش في الواي 2 اللي هي ساين بتساوي الزيرو. الشرط الثاني الاي واحد داش في واي واحد داش تفاضل الكوزين بنيجاتيف ساين، زائد الاي 2 داش في الواي 2 تفاضل الساين بكوزين بتساوي الاف اوف اكس اللي هو الطرف الثاني تان اكس على الاي نود معامل اعلى ديريفاتيف اللي هو بواحد. احل المعادلتين بقى، ادي المعادلتين اهو واحد واثنين. علشان احل المعادلتين هضرب المعادله الاولى في ساين والمعادله الثانيه في كوزين وهجمع. لما اضرب المعادله الاولى في ساين يبقى اي واحد داش ساين كوزين زائد اي 2 داش ساين سكوير، واضرب المعادله الثانيه في كوزين يبقى اي واحد داش ساين كوزين زائد اي 2 داش كوزين سكوير بتساوي تان في كوزين. تان في كوزين الثاني اللي هي ساين على كوزين يعني بساين. تمام. الترم الاول هيروح مع الترم الاول، هيتبقى لي اي 2 داش ساين سكوير زائد كوزين سكوير بتساوي تان في كوزين. ساين سكوير زائد كوزين سكوير بواحد، وتان في كوزين بساين، يبقى الاي 2 داش بتساوي ساين. عوض في المعادله رقم واحد، نوجد الاي 1 داش. تمام. هيطلع الاي 1 داش بنيجاتيف ساين سكوير على كوزين. الساين سكوير اللي هي 1 ماينس كوزين سكوير، وزع البسط على المقام هتبقى نيجاتيف 1 على كوزين اللي هي نيجاتيف سك، ونيجاتيف في نيجاتيف هيبقى زائد كوزين تربيع على كوزين بكوزين، ده الاي 1 داش. يبقى انا جبت الاي 2 داش وادي الاي 1 داش، اعمل لهم انتجريشن بقى. انتجريشن الاي 1 داش انتجريشن الكوزين بساين، انتجريشن السك بلين سك زائد تاني، الاي 2 داش بساين انتجريشن الساين بنيجاتيف كوزين. ارجع بقى للواي بي اي، اشيل الاي 1 وعوض بقيمته، واشيل الاي 2 وعوض بقيمته، هيطلع الواي بي اي ساين اكس نيجاتيف لين سك زائد تان مضروبه في كوزين زائد نيجاتيف كوزين مضروبه في سك. الواي جنرال بيساوي الواي سي اف زائد الواي بي اي. تمام. يبقى احنا شفنا لو انا عندي معادله من السكند اوردر، طب لو عندي معادله من الثيرد اوردر بهذه الصوره، اي نود واي دبل داش واي تريبل داش زائد اي 1 واي دبل داش زائد اي 2 واي داش زائد اي 3 واي بتساوي الاف اوف اكس. اعلى ديريفاتيف عندي الديريفاتيف في الثالث. المعادله دي معادله نون هوموجينيس، الطرف الثاني لا يساوي الزيرو. نوجد الواي سي اف. طالما معادله من السكند اوردر هيطلع عندي ثلاث حلول بثلاث ثوابت، اللي جنب السي 1 بسميه واي 1، اللي جنب السي 2 بسميه واي 2، اللي جنب السي 3 بسميه واي 3. يبقى الواي سي اف هيطلع عندي ثلاث حلول، سي 1 واي 1 زائد سي 2 واي 2 زائد سي 3 واي 3. هنفرض الواي بي اي على شكل الواي سي اف مع استبدال السي 1 باي 1، السي 2 باي 2، السي 3 باي 3، والاي 1 والاي 2 والاي 3 هيحققوا ثلاث شروط. الشرط الاول الاي 1 داش واي 1 زائد الاي 2 داش واي 2 زائد الاي 3 داش واي 3 ايكوال زيرو. الشرط الثاني الاي 1 داش في واي 1 داش زائد الاي 2 داش في واي 2 داش زائد الاي 3 داش في واي 3 داش بتساوي الزيرو. الشرط الثالث الاي 1 داش في واي 1 دبل داش زائد الاي 2 داش في واي 2 دبل داش زائد الاي 3 داش في واي 3 دبل داش بتساوي الاف اوف اكس على الاي نود. الاف اوف اكس اللي هو الطرف الثاني للمعادله على الاي نود معامل اعلى ديريفاتيف اللي هو معامل الواي تريبل داش. هيطلع عندي ثلاث معادلات احلهم، هوجد الاي 1 داش والاي 2 داش والاي 3 داش، هعمل لهم انتجريشن، هنوجد الاي 1 والاي 2 والاي 3. تمام. يبقى هي نفس
الحالة اللي فاتت، بس بدل ما كانت معادلة من السكند اوردر معادلة من الثيرد اوردر. بدل ما كان عندي شرطين هيبقى عندي ثلاث شروط. تعال نشوف مثال على هذا الكلام. بيقول لي اوجد الجنرال سوليوشن لواي تريبل داش زائد واي داش بتساوي سيك تان. دي معادلة هاير اوردر، المعاملات ثابتة ومعادلة لينير، والطرف الثاني لا يساوي الزيرو، يبقى ننهم جنس. يبقى الواي جنرال بيساوي الواي سي اف زائد الواي بي ار. علشان اوجد الواي سي اف هساوي المعادله بالزيرو، يبقى واي تريبل داش زائد واي داش ايكوال زيرو. هكون الاوكسيلري ايكويشنز، يبقى ام كيوب زائد ام بتساوي الزيرو. خد الام كومن فاكتور، هيبقى ام سكويرد زائد واحد بزيرو، يبقى الام واحد بتساوي الزيرو، والام اتنين زائد واحد بزيرو، يبقى الام سكويرد زائد واحد بزيرو، يبقى الام سكويرد بنيجاتيف 1، يبقى الام بتساوي موجب او سالب روت نيجاتيف 1 اللي هي موجب او سالب ار. طلع عندي جذر حقيقي وجذر ايه كومبلكس. يبقى الواي سي اف هيساوي سي واحد اي باور ام واحد اكس، زائد الجزء الكومبلكس بقى هيبقى اي باور اي اكس سي واحد كوزين بي اكس زائد سي اتنين ساين البي اكس. يلا عوض، يبقى سي واحد الام واحد بزيرو زائد الاي باور اي اكس الاي الجزء الريال بزيرو زائد سي اتنين كوزين البي اكس البي الجزء الاماجينري بواحد، يبقى سي اتنين كوزين زائد سي تلاتة ساين. يبقى الواي سي اف بتساوي سي واحد زائد سي اتنين كوزين زائد سي تلاتة ساين. تمام، يبقى ده شكل الواي سي اف. طلع عندي ثلاث ثوابت بثلاث حلول، اللي جنب السي واحد الحل الاول واي واحد بواحد، اللي جنب السي اتنين الواي اتنين بكوزين، اللي جنب ثلاثة الواي ثلاثة ساين. تمام، هفرض الواي بي اي بقى، عايزين نوجد الواي بي اي باستخدام الفاريشن اوف بارامتر. يبقى هفرض الواي بي اي على شكل الواي سي اف. تمام، ادي الواي بي اي هيبقى اي واحد واي واحد زائد الاي اتنين واي اتنين زائد الاي تلاتة واي تلاتة، والاي واحد والاي اتنين والاي تلاتة تمام بيحققوا ثلاث شروط. اي واحد داش واي واحد زائد الاي اتنين داش واي اتنين زائد الاي تلاتة داش. الشرط الثاني الاي واحد داش فواي واحد داش زائد الاي اتنين داش فواي اتنين داش زائد الاي تلاتة داش فواي تلاتة داش ايكوال زيرو. الشرط الثالث الاي واحد داش فواي دبل داش زائد الاي اتنين داش فواي اتنين دبل داش زائد الاي تلاتة داش فواي تلاتة دبل داش بتساوي الاف اوف اكس على الاي نوت. تمام معايا يا شباب؟ الناس معايا؟ تمام يا دكتور. معاك يا دكتور. تمام، يلا نعوض بقى عن الايه الواي واحد والواي اتنين والواي تلاتة. يبقى الواي بي اي الاي واحد في واي واحد اللي هو بواحد زائد الاي اتنين في الواي اتنين اللي هو بكوزاين زائد الاي تلاتة في الواي تلاتة اللي هو ساين. الشروط بقى الاي واحد داش في واي واحد اللي هو بواحد زائد الاي اتنين داش في واي اتنين اللي هو كوزاين زائد الاي تلاتة داش في الواي تلاتة اللي هو ساين بتساوي زيرو. الشرط الثاني الاي واحد داش في واي واحد داش الواي واحد عندي بكام؟ بواحد، يبقى تفاضل الواي واحد داش بزيرو، يبقى الترم ده بزيرو. الاي اتنين داش في الواي اتنين داش تفاضل الكوزاين بنيجاتيف ساين زائد الاي تلاتة داش في الواي تلاتة داش تفاضل الساين بكوزاين بزيرو. الشرط الثالث الاي واحد داش في واي واحد دبل داش بزيرو. تمام، الاي اتنين داش في واي اتنين دبل داش تفاضل الساين بكوزاين زائد الاي تلاتة داش في الواي تلاتة دبل داش تفاضل اكس اللي هي سكتان الطرف الثاني للمعادلة على الاي نود بواحد. طلع عندي ثلاث معادلات اهو. حل بقى التلات معادلات مع بعض. هحل ازاي؟ هحل اتنين وتلاتة، واللي هيطلع هحله مع رقم واحد.
بص للمعادلة 2 و 3 همسك المعادلة الأولى تمام. لو أنا جمعت المعادلة 2 و 3 أو 1 و 3 تعالى نجمع المعادلة 1 مع المعادلة إيه 3 زي ما أنت شايفه. لو أنا جمعت المعادلة 1 مع المعادلة 3 الـ A2 داش كوزاين هتروح مع الـ A2 داش كوزاين، الـ A3 داش ساين هتروح مع نيجاتيف في الـ A3 داش ساين، هيتبقى لي الـ A1 داش بتساوي سيك تان. ده من المعادلة 1 و 3. تعالى نشوف 2 و 3 بقى. لو أنا مسكت رقم 2 ضربتها في ساين ورقم 3 ضربتها في كوزاين وجمعت هيطلع لي الـ A2 داش بتساوي تان إكس. تمام؟ نيجاتيف الـ A2 داش بتان إكس، يبقى الـ A2 داش بنيجاتيف تان. لو أنا عوضت في المعادلة رقم 2 هنقدر نوجد الـ A3 داش هتطلع بنيجاتيف تان سكويرد. تمام؟ نيجاتيف تان سكويرد اللي هي سك سكويرد ماينس 1. يلا اعمل انتجريشن، ضربت الإشارة السالب جوه بقت 1 ماينس سك سكويرد. بقى عندي الـ A1 داش والـ A2 داش والـ A3 داش، اعمل لهم انتجريشن بقى. انتجريشن الـ A3 داش، انتجريشن الـ 1 بإكس، وانتجريشن 6 سكويرد بتان. الـ A2 داش لما اعمل لهم انتجريشن، انتجريشن التان بلنسك. الـ A1 داش لما اعمل له انتجريشن، انتجريشن 6 تان بسك. جبنا الـ A1 والـ A2 والـ A3. هرجع للواي بي اي، اشيل الاي 1 واعوض بقيمتها، اشيل الاي 2 واعوض بقيمتها، اشيل الاي 3 واعوض بقيمتها، هيطلع لي الواي بي اي. الواي جنرال بيساوي الواي سي اف زائد الواي بي اي. تمام يا شباب؟ الناس اللي معانا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. في اي مشكله في هذا الكلام؟ حد عنده اي استفسار؟ ولا انتوا نمت ولا ايه؟ لا مع حضرتك يا دكتور. طيب حد عنده اي سؤال؟ طيب انا دكتور. خلصت كده. ممكن نعم. اخر خطوه بس في الاسلايد، اخر خطوه بس. اخر خطوه اهو، انا جبت الاي 1، جبت الاي 1 داش والاي 2 داش والاي 3 داش، اعمل لهم انتجريشن. الاي 1 داش انتجريشن السك تان بسك، الاي 2 داش بنيجاتيف تان انتجريشن التام بلنسك، الاي 3 داش طلعت بنيجاتيف تان سكويرد. التان سكويرد علشان اعمل لها انتجريشن شلتها وعوضت مكانها بسك سكويرد ماينس 1 وضربت الاشاره السالب جوه، يبقى 1 ماينس سك سكويرد، انتجريشن ال1 باكس، انتجريشن سك سكويرد بتان. ورجعت للواي بي اي، الصوره اللي عندي اهي اللي انا فرضها، شلت الاي 1 وعوضت بقيمتها، شلت الـ A2 وعوضت بقيمتها، شلت الـ A3 وعوضت بقيمتها، فطلع لي الـ YBI. الـ Y General بيساوي الـ YCF زائد الـ YBI. أقول تاني؟ اللي سألني تمام تمام يا دكتور، شكرا. في حاجة تانية ولا عيد تاني؟ لا شكرا يا دكتور. تمام، حد عنده أي سؤال تاني يا شباب؟ لا يا دكتور. لا معايا في اي مشكله؟ في حد عنده اي سؤال؟ لا شكرا يا دكتور. لا تسلم يا دكتور. طيب تمام.